السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبات وطالبات الصف الثالث الإعدادي، معانا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتابة مقال نقدي عن طبعا A Review on Means of Transport، مقال نقدي عن وسائل المواصلات. طبعا في المقال النقدي لو أنا بتكلم عن مكان زرته، بتكلم عن اسم المكان، متى ذهبت إليه، مع من ذهبت، وكيف ذهبت، وماذا رأيت، كمان ماذا فعلت هناك، متى رجعت إلى المنزل. كمان لو بتكلم عن منتج اشتريته، بتكلم عن الشكل بتاعه، كمان بتكلم عن السعر ولونه وحجمه، المميزات والعيوب، هل اشتريته من محل ام على المأمن على الانترنت، هل طبعا التوصيل كان سريع ام بطيء، هل توصل اخرين بشراء هذا المنتج ام لا، ولماذا. كمان لو بتتكلم عن معالجة قضية لقضايا او من قضايا البيئة، مثل قضية الاحتباس الحراري او القمامة او عدم التدوير او طبعا تغير المناخ. طبعا براءة علامات الترقيم، ببدأ الجملة بحرف كابيتال، في نهاية الجملة بضع في الستوب. كمان بختار الزمن الصحيح اللي بكتب فيه، بكتب الجمل بسيطة وسهلة ومش معقدة. نبدأ بسم الله تعالى. A review يعني مقال نقدي on means of transport يعني مقال نقدي عن وسائل المواصلات. براءة علامات الترقيم. هنقول إن هناك العديد من وسائل المواصلات المختلفة، هناك العديد من الوسائل المواصلات المختلفة، يبقى there are many different there are many different forms يعني هناك العديد من وسائل المواصلات المختلفة of transport of transport من وسائل المواصلات. يبقى أنا كده كتبت جملة أهو، there are many different forms of transport، هناك العديد من وسائل المواصلات الإيه؟ المختلفة. هقول إن الناس بتستخدم السيارات والقطارات والمترو، وكمان اللي هي الفيرز المعديات والحافلات. هقول الناس، يبقى هنقول الناس في مصر الأول، أقول في مصر الأول، يبقى in Egypt في مصر people الناس تستخدم use تستخدم طبعا السيارات، يبقى cars. وابدا بقى اقول مواصلات، المواصلات كلها، يبقى people use cars trains القطارات، كمان المترو مترو lines خطوط المترو، يعني المعديات اللي هي عندي الفيرز، وكمان اند باصص والحافلات او الباصات، يعني اند باصص. اتكلم كمان عن نفسي واقول، هقول ان انا طبعا بحب السفر بواسطة الايه، بحب السفر طبعا بواسطة القطار، يبقى انا لاف احب السفر اللي هو عندي traveling السفر بواسطة القطار by train. هقول السبب، احب طبعا I love traveling by train، احب السفر بواسطة الايه القطار، لانه يعني because او للسبب طبعا، لانه طبعا من الممتع، يبقى it's interesting انه من الممتع او من الشيق to an look تنظر، it's interesting to look out ان انت طبعا تبص بالخارج يعني، او تنظر to look out ان تنظر، تنظر منين؟ من الايه النافذة، يبقى ايه of the window
للنافذة، يبقى احنا قلنا ان طبعا احنا بنستخدم السيارات والقطارات وخطوط المترو، واقول كمان ان انا بحب السفر بالقطار لانه ايه من الممتع او من الشيق طبعا الايه رؤية الايه او النظر من الايه النافذة، يبقى look out to look out of the window، النظر من الايه النافذة. هقول في طبعا في رحلة واحدة يبقى in one journey، في رحلة واحدة يبقى in one journey، يعني في رحلة واحدة، في رحلة واحدة in one journey. هقول طبعا ان انت ممكن تشوف العبارات اللي بتعدي النيل والوديان الخضراء، اقولها ازاي؟ هنقول طبعا you، يعني طبعا انت، you can see، الفاعل كان الفعل في المصدر، يمكنك ان ترى او رؤية، you can see، يمكنك ان ترى طبعا مين احنا قلنا المعديات، يبقى ferries المعديات، تعبر يبقى crossing crossing، يمكنك ان ترى العبارات او المعديات يعني اللي بتعدي النيل التي تعبر النيل، يبقى عندي ايه crossing the Nile، crossing the Nile. كمان الوديان الخضراء يبقى green valleys، كمان والقرى اللي هي الهادئة peace peaceful villages، ممكن كمان ونقول ايه والباصات ايه او الايه او الـ او المدن المزدحمة يبقى and busy cities، يبقى طبعا في رحلة واحدة you can see ferries، يمكنك ان ترى المعديات، crossing the Nile، ان تعبر النهر او النهر النيل يعني، كمان الوديان الخضراء يبقى green valleys، كمان peaceful villages يعني القرى الهادئة and busy cities، وكمان المدن المزدحمة. هنقول كمان ان القطارات trains، القطارات are بتكون often غالبا، يبقى عندي هنا عندي ظرف التكرار بيجي بعد verb to be على طول، يبقى القطارات تكون غالبا، غالبا ايه سريعة a fast ومريح and comfortable، تو يعني ايضا. هنتكلم عن مصر، ان مصر لديها اقدم خط سكة حديد في افريقيا، مصر طبعا عندنا يبقى ايجيبت، ايجيبت، مصر has، ان طبعا مفرد، ايجيبت has لديها طبعا the، اعمل صيغة تفضيل لـ old صفة هي، حط اي اس تي، يبقى Egypt has the oldest، Egypt has the oldest، مصر لديها أقدم، أقدم عندنا إيه؟ سكة حديد اللي هي عندي railway، railway خط سكة حديد in Africa يعني في أفريقيا. كمان عندنا more يعني أكثر من، more than أكثر من، عايزين نقول 800 مليون، يبقى عندي 800 مليون passengers مسافر، أكثر من 800 إيه مليون مسافر طبعا يسافروا إيه يسافر يعني travel بواسطة القطار by train في مصر، in a in Egypt في مصر. نكمل كل عام يبقى every
year كل عام every year. بعد كده هتكلم طبعا، هنقول ان الكثير من الناس طبعا الكثير من الناس في اسكندرية طبعا بتستخدم الترام للسفر في جميع انحاء المدينة. هنقول طبعا الكثير lots of، الكثير من الايه الناس اللي هي people، الكثير من الناس في اسكندرية in Alexandria او Alex، يبقى lots of people، كثير من الناس in في Alexandria في مدينة الاسكندرية بيستخدموا طبعا مين use، استخدموا طبعا the tram the tram، بيستخدموا الترام to لكي طبعا يسافروا travel حول المدينة بقى around the city. الكثير من الناس يسافر، الكثير من الناس في اسكندرية يوز بيستخدموا the tram اللي هو الترام to لكي travel يسافروا around the city. الغرض طبعا من ان هم ياخدوا الترام ان هم طبعا عشان يسافروا حوالين الايه المدينة around the city. هنقول كمان ان ايه ان طبعا هو سهل طبعا الاستخدام وغير مكلف. هنقول طبعا it's easy، it's easy سهل to use it، سهل طبعا استخدامه. ممكن نقول it's او it's use to، it's easy to use، it's easy to use، وكمان and it isn't مش غالي، يعني it isn't ايه expensive، expensive ان هو مش غالي او شغال بالكهرباء. يبقى ترامز، ترامز ار الكتريك، هنقول ان هو شغال بالكهرباء فهو طبعا افضل للبيئة. يبقى سو they are better، يعني طبعا هو بيكون افضل للبيئة. يبقى for the environment، يبقى هو طبعا جيد للبيئة او افضل للبيئة than من other types of transport، يعني ان هو افضل طبعا من ايه للبيئة من انواع النقل الايه الاخرى. نتكلم عن بعض طبعا الايه القطارات او الترام، يعني ان بعض الترام او اللي هي القطارات الترام، يبقى some يعني بعض، some of بعض من the trams، trams بعد قطارات الترام. هنقول ان هي لديها طابقين، يبقى لديها have لانها جمع طبعا have، have two floors، يعني ان هي لديها ايه طابقين two floors. هنقول ان معظم الناس في القاهرة في المترو الناس طبعا بتركب المترو ده لانه سريع، او بتفضل السفر بالمترو لانه طبعا ايه بيكون سريع وكمان رخيص ومريح. طب نقول ازاي most، معظم الناس يبقى most people، معظم الناس في القاهرة in Cairo، معظم الناس في الايه في القاهرة بيفضلوا prefer، بيفضلوا عندنا السفر traveling يبقى بفضلوا ايه traveling سفر
on the مترو. طب ايه السبب انهم فضلوه؟ يبقى because it is fast، لانه سريع، كمان رخيص يبقى cheap، هنقول ان هو كمان and comfortable، يعني ايه؟ مريح. إيه كمان هنقول ان في مصر، يعني في مصر يبقى عندي هنا in Egypt، in Egypt في مصر، وعمل كومة سفلية كده. هنقول ان بعض الناس بتستخدم طبعا او بتذهب للعمل باستخدام طبعا ايه، وسائل النقل العام. يبقى هنقول in Egypt some people، some people، بعض الناس بتذهب للعمل، يبقى go to work باستخدام طبعا ايه، وسائل النقل العام، يبقى using work، using يعني باستخدام public transport، يعني وسائل النقل العام، وسائل النقل الايه العام. go to work using public transport طبعا ايه، كالحافلات يبقى as، يعني ك باصز اللي هي الباصات. يعني في ناس تانيين كمان او اشخاص اخرون، يبقى other people، other people يعني ناس اخرين بيستخدموا، يبقى use السيارات بتاعتهم الخاصة، يبقى their، صفة الملكية اهي، their private cars، other people use بيستخدموا their private cars، سيارتهم الايه الخاصة. عشان ايه بقى؟ يبقى ايه السبب؟ يبقى to، لكي، crossing او cross the نايل، عشان يعبروا ايه نهر النيل. هنقول كمان people، الناس او بتستخدم الناس، يعني الناس ادي الفاعل اهو، بعد كده الفعل عندي use بيستخدم، people use برضو الناس بتستخدم العبارات اللي هي الفرز، الفرز. يبقى other people use their private cars، ناس آخرين بيستخدموا their private cars، سيارتهم الخاصة، to، لكي، cross the Nile، يعبروا النيل. كمان people use ferries، وكمان بتستخدم الناس اللي إيه العبارات. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب طبعا الفيديو ينال على إعجابكم، وشكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.